عليكم. عندهم ايه حبايبي؟ يا رب تكونوا بخير. حط اللايك والاشتراك كده حبايبي. بصوا كده حبايبي، صلوا على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام. حاطين لحمامنا العزيز، حط له يا اولاد هنا اهو الاكل بياكل. حط لهم حبه عيش على حبه غله، كله بقى بيمشي يا اولاد في الوقت اللي احنا فيه ده، اي حاجه بياكلوها الحمد لله. بصوا بقى يا اخواتي حبايبي، فطبعا احنا كل يوم بنكمل كده كلام مع بعض، بندردش مع بعض يا اولاد، يعني يا اولاد ايه معنى اصح، بنشجع بعض. بص يا اولاد احنا نعمل ايه بقى؟ احنا كده بقى ستات بيوت مصريين، بنقول يا رب نخلي ايماننا بربنا واسع. بصوا بقى يا حبايب، احنا ممكن نعمل اي حاجة يعني نساعد بيها في بيوتنا يا ولاد. لو حتى جبت 10 فتات يا حبيبتي وربطي فيهم، لو في المطبخ في ركن صغنن كده في المطبخ، هتعملي ايه يا حبيبتي؟ هتعمل اكتفاء ذاتي لبيتك. لو انت ايه مش يعني مقتدرة ان انت ايه تعملي لك مشروع ولا حاجة يروح قلبي. فبص بقى كده حبايبي، احنا نعمل بقى ايه اي حاجة اشتغلها من البيت يروح قلبي، اي حاجة. انا على فكرة بالمناسبة هنا احنا عندنا يعني في الصعيد وكده، اقسم بالله انا لو في يعني لو الدنيا مفتوحة ويعني عندنا المكان واسع، لأنا كنت عملت والله يا اولاد حاجات كتير. بس احنا ايه احنا المشكلة عندنا ان احنا هنا ما يعني المكان محدود يا اولاد، حتى لو الواحدة حبت تعمل اكل خبيز، مخبوزات، اي حاجة مش هتمشي معاها يا روح قلبي. المشكلة بس في دي والله يا ولاد. فطبعا الامور صعبة يا ولاد، والمعيشة صعبة في البيت والله يا ولاد. والوحدة بصراحة يعني بصراحة بعد رجل البيت بتحتاس حوسة، يعني لا قبلها ولا بعدها حوسة. فالرجل يا ولاد طبعا بيبقى فيه يتصرف اكتر من الام، فالاب برضو له دور كبير والام برضو لها دور يا اولاد. بس الام في حاجات محدودة جوه البيت، يعني معنى اصح يعني متقدرش تعمل حاجة برا البيت يا جماعة. روحها وادخلها طبعا مش زي الراجل، وبالذات هنا في عندنا في بلدنا هنا. طبعا هنا البلد بقى طبعا تعرفين الصعيدة وكده. فالمهم يا اولاد اللي بنقدر عليه وبين ايدينا بنقدر ايه يعني بنعمله بصراحة، ما بنقصرش. لكن انت حبيبة قلبي لو المكان عندك لك فرصة، يعني المكان واسع والدنيا مفتوحة حواليك وتعرفي تعملي اي حاجة اعملي والله يا حبيبتي. الوقت اللي احنا فيه ده يعني سبحان الله، يعني لو بتدخلي 50 جنيه زيادة على البيت والله بتصرفك. حتى لو هتجيبي بها عيش يا حبيبة قلبي، عيش من غير غموز هتنفع وهتسد، ويعني مش هقولك. فان شاء الله اللي جاي خير يا اولاد، ونقول يا رب وما نيأس من رحمة ربنا، ونخلي الباقي يا اولاد على الله. وحطوا لي لايكات كتير كده حبايب قلبي، وعايزين يا اولاد نكبر القناة كده ان شاء الله، وشد حيلكم معايا. ويلا حبايب اسيبكم على خير.